إذن مشاهدينا، مرض كرون مرض التهابي مزمن يصيب الأمعاء، وما زال سببه مجهولا حتى الآن بالرغم من انتشاره في شمال أوروبا والولايات المتحدة. مؤخرا بدأت رقعة انتشاره تتسع ليطال سكان منطقة الشرق الأوسط، لتنطلق الاتهامات بأن تغير أنماط الحياة والغذاء بالإضافة إلى عوامل بيئية أخرى قد تكون من المسببات. المزيد في تقرير سعاد سكاف. رغم الألم لم تتوقف حياته، لكن نمطها تغير منذ إصابته بالمرض النادر والخطير كرون. رجل الأعمال اللبناني روي نهرة، الذي آمن أن رغم الألم بأن المرض حالة نفسية فقط، وأن المرض الشرس الذي يأكل أحشاءه منذ 15 عاما لا مفر من التعايش معه. مرض كرون الذي لا شفاء منه يتسبب في التهابات مزمنة في الأمعاء تصل أحياناً إلى التآكل. هالمرض أول ما عرفنا أنه عنا إياه هيك تأثرنا شوي، مثل أي واحد بيعرف أنه جسمه مش قادر يمشي بسرعة اللي هو بده يمشي فيها. بقى من بعد فترة قصيرة بيقبل الواحد المرض وبيتعود يعيش فيه، وبيعرف شو اللي بضره أكتر من، يعني في رياضات معينة بتضر أكتر بخففها، أكل معين بضر بخففه، وبصير بيتعلم يعيش بأقل ممكن وجع، وبيرجع لحياته العادية اللي كان عنده إياها قبل المرض، وبيقدر يوصل وين ما بده يوصل، كان شغل أو بالسبور أو بحياته العائلية كمان. مرض كرون الذي وصفه للمرة الأولى عام 1932 الطبيب الأمريكي بيرل برنارد كرون الاختصاصي في الأمراض الهضمية، يصيب بين 5 إلى 10 أشخاص من كل 100,000 شخص، 10% منهم من الأطفال. كان قبل عقد من الزمان نادرا جدا في المنطقة قبل أن يبدأ في الانتشار بسبب تغير أنماط الحياة. مرض كرون بيصيب التهابات وتكرحات بالأمعاء الدقيقة أو بكل الجهاز الهضمي من المعدة للمخرج، بتصيب الشباب بين 20 و30 سنة، بتصير أكثر وقت بالشمال تاع أوروبا وشمال أمريكا، عم بتصير بكل البلاد العالم من الثمانينات وطالع. لهلا فينا نقول إن كل الأدوية اللي بنستعملهم وممكن يعالجوا المريض ويفيدوه بس بوقفوا الالتهابات مش أكثر من هيك. بس نوقف الأدوية عنده استعداد ترجع يروجع والالتهابات تتكرر عن جديد. هذا سبب لهلا فينا نقول متى ما بلش بالدواء ما لازم يوقفه. روي نهرة الذي غير حميته لتتلائم مع حالته يتعايش مع المرض بتحد، وهو الذي قهر في الخريف الماضي قمة جبل كيلمانجارو بأفريقيا مدعوما من أسرته الصغيرة وأطفاله الأصحاء.